يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توحيد الربوبية يقال بأنه لم ينكره أحد، فهل الدهرية يقولون بتوحيد الربوبية؟ يقولون به في قرارة أنفسهم، لأن كل عاقل يعترف أن هذا الخلق لا بد له من خالق. كل عاقل، كل من فيه عقل يعترف أن هذا الخلق لا بد له من خالق، وليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، هذا تعترف به الفطر كلها. لكن من الناس من يتلفظ بهذا ويظهر، ومنهم من يكتمه في نفسه ويجحده في الظاهر كالدهرية والملاحدة. وإلا ما في عاقل يقول إن هذه المخلوقات وجدت بدون خالق أبدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فما في عاقل يقول إن شيء يوجد بدون موجد ومخلوق بدون خالق أبدا. نعم.